اليوم راح نقدم شروحات علمية مبسطة للصف التاسع. عنوان الدرس ألا وهو الغذاء المتوازن. راح نقرأ بعض المعلومات المهمة في هذا الدرس. أولا، بناء نمط حياة صحي وفق نظام من الغذاء والعمل والرياضة. يعني إذا أنا أبي أتبنى حياة صحية يجب أن أستند على 3 شغلات، هو الغذاء وأيضا العمل وأيضا عندي الرياضة. يقصد بالغذاء إن أنا أختار مكونات أو أصناف طعام صحية تساعد الجسم أن تعطيه الحيوية والطاقة والصحة. والعمل هي ممارسات اليومية اللي أنا أقوم فيها كاستيقاظ من النوم أو النوم مبكرا. الرياضة هي ممارسات رياضية تنشط عندك العضلات العظام وإلى آخره. في مقولة مهمة دائما أتداولها للرياضيين وأيضا لأخصائي التغذية وأيضا للناس العلمية، أن العقل السليم في الجسم السليم، وهذا صحيح 100%. إذا كان الجسد معتل أو مريض لا يمكن أن مثلا تقوم بممارسات الحيوية اللي تقوم فيها دائما تكون دقيقة أو تكون صحية. يعني مثلا إذا أنت مريض أو في حرارة ما يكون لك مثلا مزاج أنك تدرس أو أنك تقوم بأداء عمل أن يكون متقن. ففعلا العقل السليم في الجسم السليم. عند الغذاء المتوازن وبالذات نحط خط على غذاء متوازن، أن يشترك في جميع الأشياء الضرورية. يعني يكون غذاء متوازن، ما يصير شيء يزيد عن شيء، هذا راح يأثر سلبا على الجسد. هو ضروري كون التغذية أساس الصحة والتنمية. فعلا إحنا لما نأكل غذاء متوازن وصحي راح يمتنا بالصحة والعافية بإذن الله تعالى، حتى نقوم بممارساتنا الحيوية وأن نقدر نعيش حياتنا بطريقة سليمة. من فوائد الغذاء المتوازن، شنو فوائده؟ إذا أنا وازنت غذائي أي حسنت من نوعية الغذاء، أولا تقوية مناعة الناس من جميع الأعمار. طبعا المناعة ترتبط ارتباطا وثيقا في نوعية غذائك أو نمط غذائك، لأن الأجسام المضادة اللي تحافظ على جسمك من الأمراض ومن الوهن، هذه المناعة لا تعمل في غذاء أو لما تمت جسدك في أنوية غذاء سلبية أو مضرة راح تضعف من المناعة، فراح يصير الجسد مريض أو معتل. 2، تخفيض معدل إصابتهم بالأمراض، وهذا هي نفس الشيء لأن احنا قوينا مناعة الناس. تحسين صحتهم، وهذا نفس هو كلهم نفس الشيء نفس المعنى، بس يعني حاط لك اياها بصيغ مختلفة، ان لما انا اقوي المناعة معناته انا اخفض الأمراض وان انا احسن من صحتي بجميع النواحي. طبعا مكتوب عندك هنا الأطفال الأصحاء يتعلمون أفضل من غيرهم، وأن الناس الأصحاء تزيد قوتهم وإنتاجيتهم، أي أن فعلا الأطفال الأصحاء يكونون أكثر استيعابا وأكثر يعني عطاء، وخاصة في المرحلة الدراسية. الآن لما تدرس لما تكون أنت في صحة وبعافية راح تستوعب المعلومات أكثر، أما لما تكون مريض راح يكون ما عندك مزاج أو ما عندك الطاقة في الاستيعاب وما عندك الإنتاجية أنك تعطي عمل، يعني ما راح تتقن العمل بشكل جيد. النظام الغذائي هي وحدة غذائية متكاملة. تذكرون الهرم الغذائي هذا خذيناه في فصول السابقة، احنا قلنا يتكون من عدة مجموعات. طبعا المجموعة اللي تحت هو الخبز والحبوب. عندي المجموعة تنقسم إلى غرفتين اللي هو الفواكه والخضروات. عندي القسم اللي بعده اللي هو اللحوم، وعندي المنتجات الحليب أو الألبان. عندي في الأخير هو السكريات والدهون. هذا الهرم الغذائي احنا خذناه في الحصص السابقة لأهمية كبيرة، أو في الفصول السابقة لأهمية كبيرة، أن نوازن احنا غذائنا على خلال هذا الهرم، أن نكثر في قاعدة الهرم، أن نكثر من هذه المواد ونقلل من المواد الأخرى. أما هذا ليش حطيناهم يم بعض؟ لأنه يكملون بعض، لازم نوزع. يسمونه حصص الغذاء، يسمونها ماذا؟ بحصص الغذاء، بأن هذا هو معنى النظام الغذائي، أني أكل من كل مجموعة من الهرم الغذائي بشكل متوازن، لا أعتمد مثلا على المجموعة اللي تحت وأهمل مجموعة الفواكه، أو أعتمد في مجموعة السكريات وأهمل مجموعة الحليب والألبان في نمط غذائي، هذا راح يسبب لي مشاكل جسدية على مدى البعيد.
طبعا احنا نعرف ان الغذاء العادي اللي اكله احنا بالذات الجهاز الهضمي لا يستوعب هذا الغذاء، احنا ناكله لان في داخله مغذيات هذا الغذاء، مثل المغذيات اللي احنا خذيناها، عندك الكربوهيدرات، الدهون. طبعا الكربوهيدرات دائما موجوده، وين راح اوصلها؟ الكربوهيدرات دائما تعطيني طاقه، فهي موجوده في المجموعه اللي في الاسفل، هو الخبز والارز او الحبوب. عند الدهون هي موجودة في القمة، لازم نقلل من حصص الغذائية فيها. عندي بروتينات، والبروتينات دائما تأتي من اللحوم بهذا الشكل. عندي الماء، طبعا الماء عنصر مهم جدا، لكن مو موجود هني في الهرم الغذائي، لكن يعتبر مغذيات، هو نوع من أنواع المغذيات، والماء مهم في جسم الإنسان. نأتي الآن إلى الأملاح. الأملاح ممكن نشوفها في الخضروات، والفيتامينات راح نشوفها في عندي في الفواكه الموجودة عندي في المجموعة هذه. فمهمة جدا إن إحنا ناكل المغذيات كلها من الهرم الغذائي، لكن نصنفها، مو شرط الوجبة مثلا وجبة الغداء أو وجبة العشاء تحتوي على جميع هذه الهرم الغذائي، لا، يجب أن كل في الوجبة وبين الوجبات إنها ناكل على الأقل منتج من الألبان وفاكهة وأرز ونوع من أنواع الحلويات والسكريات وأيضا اللحوم، لكن ما أعتمد على يعني نوع معين من الغذاء وأكثر منه. عندك أنت في بيانات الصحية، في بيانات عالمية، هو المقياس العام للذكر والأنثى، في عمر معين يسجلون نمط الطول إلى آخره بأن هذا مقياس عالمي، وطبعا هو مقياس نسبة ما، أنا أعطيه 90% صحيح لكن ما يعتمد على الكل. عندك في الذكر لازم يكون طوله من 163 سنتيمتر إلى 170، والأنثى دائما تكون يعني يعني هما ياخذون الافرج، ممكن يصير اطول ممكن يصير اقصر، بس هو افرج 158 الى 159 59 في الانثى. ناتي الى الوزن، خاصه اذا كان وزنك بين هذا، ولازم يكون وزنك بين 50 الى 56، هذا الوزن المثالي بالنسبه لهذا الطول. اما عندي في الانثى 47 الى 52 كيلوغرام بالنسبه لهذا الطول. عندي هنا هو نسبه السكر في الدم يجب أن لا يتجاوز، يعني يكون بين 80 إلى 140 ملي جرام، هذا هي وحدة قياس السكر في الدم اللي هو ملي جرام دي سي لتر أو دي سي لتر. حلو. إذا كان للمفطر أن يكون من 80 إلى 140، طبعا ينطبق على الذكر أو الأنثى، وإذا كان للأنثى يجب أن تكون بين 70 إلى 130 ملي جرام ديسيلتر. أما لما نأتي الآن إلى مستوى ضغط الدم، وهذه وحدة قياسة اللي هو الملي لتر، الملي ملي متر على الزئبق، هذه وحدة قياس ماذا؟ الزئبق، لأنه يقاس عن طريق جهاز ضغط الدم اللي فيه مقياس اللي يمشي فيه الزئبق. هذا هو نسبة الأفرج ضغط الدم، يجب أن يكون بين 80 إلى 120 للذكر والأنثى. هذا هو المقياس العالمي يعتمدونه دائما في عمر معين، مثل عمركم الآن في قياس هذا، لكن أنا أقول ممكن يختلف اختلاف طفيفا، ممكن أشخاص طوال أو قصار أو هذا، لكن أما نسبة السكر عندي وضغط الدم هذا مهم جدا، حتى لازم يكون بالأفرج هذا، لأن هذا الأفرج الصحي. وأيضا الوزن ممكن يختلف طبعا، بس الأهم شيء أنا عندي نسبة التحليل، نسبة السكر في الدم، وأيضا ضغط الدم أن يجب أن يكون متوازن، أما الباقي ممكن يختلف، لكن هذا إحنا يسمونها مقياس عالمي. لماذا؟ هي نسب مثالية perfect، فمو كل يصل إلى هذه النسب إلا لما نغيرها عن طريق ماذا؟ الغذاء والعمل وأيضا في الرياضة.
والآن نأتي لفحص هذا النوع المغذي أو نوع الغذاء الموجود عندي، خلينا نشوف شلون أنا أدرس نوع الغذاء. طبعا في مثل علبة العصير مثال ما أعطيك إياها، يعني في مكونات لازم إحنا نقراها، خاصة أنت في العمر هذا يجب أن تقرأ مكونات الغذاء اللي قاعد تاكله، هل هو يساعدك على النمو، هل هو يعطيك طاقة ويعطيك يعني عافية وصحة، أو إنه يسلبك منك الشغلات هذه. في نوع من أنواع الغذاء ممكن يأخر نموك، ممكن يخليك دائما مريض تعبان إلى آخره. فالعصير الموجود هنا في نسب معينة موجودة عندك هنا، خلينا نفسرها أكثر. دائما يكتبون فوق حجم الحصة، يعني هذا العصير الواحد يحتوي على 55 جرام، هو الكامل الحصة الكاملة اللي قاعد تاكلها. خلينا نشوف الكمية الموجودة داخل هذه الحصة شنو موجودة. عندي السعرات الحرارية اللي يعطيك إياها اللي هو الطاقة من 250، وسعرات من الدهون 110. حلو، هني عندك هند موجود، موجود هني. ابدأ من هنا، حجم الحصة وعدد الحصص في المنتج، يعني لازم تعرف كم حجم الحصة وتعرف شنو يعطيك من سعرات حرارية وسعرات من الدهون. نأتي الآن، طبعا هم ملونين كيا بشكل هذا، تلقى في بعض المنتجات لا مو ملونين، يعني مو مقسم بشكل هذا، وفي منتجات فعلا اللي كانت صحية تشوفها ملونة بشكل هذا عشان يسهل لك قراءته. قلل من المواد، شنو قصده؟ يعني هذه المواد الموجودة باللون البرتقالي حاول انك تقلل من كمياتها في جسدك، لكن مو تقلل كمياتها بشكل رهيب جدا، لا يعني قللها بشكل انه يناسب جسدك. عند الدهون الكلية 1 جرام، قصدي الدهون المشبعة زيرو، وهذا مهم. الكوليسترول ايضا زيرو. الصوديوم اللي هو الملح إذا زاد عن حده يؤدي إلى مشاكل 7 جرام. وعندي السكر عندي 5 جرام. شنو مكتوب هنا؟ تأكد من كمية الطاقة، يجب أن يحوي المنتج كمية دهون لا تزيد. شوف حاطك مقياس إن كمية الدهون ما تزيد عن 17.5 إلى 100. وين الدهون اللي هو هذه أو الدهون الكلية؟ يجب أن ما تزيد عن المقدار هذا. وعندك ألا تزيد أيضا نسبة الدهون المشبعة عن 5 إلى 100 من منتج الغذاء الواحد اللي هو قلنا هذا. حلو، اللي فوق الدهون الكلية لاحظ هني 1 هني 0، فهو مطابق لكمية الطاقة اللي راح تعطيني إياها المناسبة لجسدي. نأتي الآن إلى اللون الأخضر، قلت من أي شيء موجود باللون الأخضر أكثر من هذه المواد، يعني يزيدها في جسدك، يعني راح تعطيك، يعني بالعكس احنا نبي نحتاج ناكل من هذه المغذيات. احنا قلنا دائما في قاعدة الهام الغذائي عندي كربوهيدرات نشويات عندي 36 جرام، الالياف الغذائية هذه لازم ازيدها اللي هو 11 جرام، البروتين 13 جرام. مكتوب هنا هنت اكثر من هذه المواد، لازم اني انا ازيد هذه المواد. هني ما تكلمنا عن السكر، يجب ان يحوي المنتج كمية سكر لا تزيد عن ماذا؟ عند لا تزيد من 20 إلى 100 في المنتج الغذائي. لاحظ هنا 5 فهو قليلة، فإذا هو راح يفيدني. فلاحظ هنا يجب أن يحوي المنتج 5 جرام أو أكثر من الألياف في الحصة، يعني يجب أن يزيد عندي من 5 لفوق كالألياف الغذائية، وهذه طبعا 11 نسبة جيدة جدا حق جسم الإنسان. وفيتامين ألف وفيتامين جيم والكالسيوم والحديد، هذه أشياء لازم أزيدها لأنه يستفيد منها جسم الكائن الحي أو جسم الإنسان. تستند نسبة القيم اليومية إلى غذاء يعطي الفان سعره، قد تكون القيم اليومية المرجعية الخاصة بك أقل أو أكثر طبق لاحتياجاتك من الطاقة، اللي هو السعرات الحرارية. كم تطلع أنت لما تأكل هذا الغذاء، شنو الطاقة اللي راح تطلعها في السعرة الحرارية؟ 250 على حسب احتياجك. مثلا في نوع من الغذاء يعطيك بسرعة حرق لهذا الطعام، أو مثلا يعطيك طاقة أكثر عن غذاء معين آخر. نأتي الآن إلى شنو السعرات الحرارية ممكن يعطيك من 2000 إلى 2500. الدهون لازم تكون من 50 إلى 80 عشان إذا الدهون الكلية الموجودة هني خذيتها 5 ما تعطيك 2000، إذا خذيت أكثر 80 راح تعطيك من إلى 2500. الدهون المشبعة نفس الشيء 20 تعطيك 2000، 25 تعطيك 2500. الكوليسترول من 300 إلى 300 ملغرام، هني 300 جرام إلى 300 ملغرام راح تعطيك هذه الطاقة. الصوديوم نفس الشيء
الكربوهيدرات، الألياف الغذائية، هذا السعرة الغذائية اللي تبيها. فما قاعد يقولوا لك إن أنت بالنسبة للقيم اليومية، يعني أنت تحتاج أساسا نسبتك اليومي اللي هو 2000 عشان أنت تطلع طاقة جسمك، يعني يقدر يتحرك ويقدر يعطي طاقة ويقدر يمارس يعني تمارس حياتك اليومية بشكل سليم. الطاقة في الغذاء، شنو قصده الطاقة في الغذاء؟ هي كمية الحرارة التي تنتج عن حرق الغذاء في الجسم. هي كمية ماذا؟ الحرارة تنتج عن ماذا؟ عن حرق الغذاء في الجسم. وتختلف الأغذية في مقدار ما تحوي من طاقة مقدرة بالسعرات الحرارية اللي أنا قلتها هني. أنت لو تطالع في نوعية الغذاء، مثلا هني في علبة العصير، ابحث عن غذاء آخر راح تشوف فيه مكتوب فوق اللي هو السعرات الحرارية. يعني إذا كليت هذا الغذاء راح يعطيني كمية طاقة في الجسم اللي يقدر يحرق لي إياها عشان أدي عمل. كل ما زادت كل ما كانت أفضل لك، بس لا يزيد أكثر من اللازم. عندي السعرة الحرارية، المقياس الذي نقيس به الطاقة، هو المقياس اللي نقيس فيه الطاقة من الغذاء بحيث تساوي جراما واحدة من العناصر الغذائية. قاعد تشوف احنا جرام 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 جرام، هو مقياس لقياس ماذا؟ السعرة الحرارية. هني بيعلمك انك انت تقرأ البطاقة الصحية او البطاقة القيم الغذائية الموجودة في كل غذاء انت تتناوله، عشان انت تشوف كم سعرة حرارية تبي، كم نسبة الدهون، لان في بعض الاطفال او في بعض من عمرك يكون مثلا متحسس من نوع معين من المغذيات، يكون هو متحسس يعني جسمه يتحسس. فيجب انك انت تقرأ المكونات الموجودة عشان تعرف شو نوعية المغذيات اللي تدخلها لجسدك واللي تحتاج إليها. ونأتي الآن لنتعرف على نوع من أنواع المغذيات الموجودة في الطعام وهي مفيدة للجسم. عندي الفيتامينات. شنو تعريف الفيتامينات؟ هي مركبات كيميائية معقدة يحتاج إليها الجسم. فإذا هي مركبات ماذا؟ كيميائية. هذه الفيتامينات يحتاجها جسم الإنسان. الفيتامينات والأملاح بشكل عام تعتبر جزءا اساسيا من النظام الغذائي المتوازن. يعني لما انا ابدي اوازن في غذائي لازم ادخل كميه من الفيتامينات والاملاح عشان احصل على نظام غذائي متوازن، اذ يحتاج اليها الجسم بكميات قليله للقيام بعدد من العمليات الكيميائيه الحيويه، لان داخل الخلايا احنا يحتاج الى كميه معينه من الفيتامينات والاملاح ليقوم بعمله السليم. مثل شنو؟ ليش احتاج الاملاح والفيتامينات؟ كاستخراج الطاقه من الغذاء، نحتاجها عشان نستخرج الطاقه اللي نحتاجها لنقوم فيها اعمالنا اليوميه، وقال بما يطلق عليها تسميه المغذيات الدقيقه، لان هي ليش هي دقيقه؟ لان تدخل في الخلايا وانها نحتاجها لعمليات معقده في جسم الانسان. ونأتي الآن لنتعرف على الفيتامينات. احنا قلناها سابقا هي عبارة عن مركبات كيميائية معقدة يحتاج إليها الجسم، لذلك لابد من الحصول عليه من مصادر غذائية خارجية. ممكن الغذاء الخارجي أتناوله يعطيني هذا الفيتامين أو الفيتامينات. مثال فيتامين دال. فيتامين دال أقدر أخذه بطريقتين، يا أما أن يوصف للطبيب أقراص دوائية بحيث أني أنا أكلها عشان تمثل بالفيتامينات، او بشكل طبيعي اذا تبي انت جسمك ينتج هذا الفيتامين د، انك انت تعرض جسمك الى اشعه الشمس لكن في اوقات معينه من النهار، لان مرات يكون في وقت الظهيره او في وقت معين من النهار ان الشمس تكون ضاره للجسد وليس نافعه. لازم في اوقات معينه مثلا اول النهار او في اخر النهار يكون الشمس مو قويه عليك، فالجلد هني يبدأ ينتج هذا الفيتامين الدال اللي يساعد في تكوين ماذا؟ العظام. إضافة إلى ذلك في أنواع بكتيريا. إحنا جسم الإنسان في أنواع من أنواع البكتيريا تعيش داخل أجسادنا، ممكن أنها تنتج لي بعض الفيتامينات معينة في الجسد عشان تساعد أجسادنا وأعضاءنا على العمل. تفقد الأطعمة الطازجة بعض أنواع الفيتامينات تدريجيا في حال زيادة مدة طهيها أو تخزينها في المتاجر أيام طويلة قبل بيعها. مثلا خلنا نأخذ نوع من أنواع الفيتامينات، احنا قلنا قبل احنا نلقاها وين؟ في الفواكه. خلنا نقول مثلا عندي خلنا نقول الليمون فيه فيتامين سي. الليمون الطبيعي فيه فيتامين سي.
الأطعمة الطازجة هو قصد ينباع في المتاجر أو في الجمعية اللي هو في سوق الخضار أو في الفواكه بالذات. مثلا نقول الليمون مثل ما قلنا سابقا فيه فيتامين سي، الليمون له مدة معينة وبعدين خلاص يخترب، فإذا اخترب راح يخترب الفيتامين اللي داخل، فراح يفقد يعني راح يفقد نوعية الفيتامين سي، ما راح يكون لما أخزن هذه الفاكهة الليمون أخزنها لفترة طويلة وبطريقة غلط ممكن تفقد عندي الفيتامين سي أو جودة الفيتامين سي اللي داخل. أو إني مثلا لما أطبخها زيادة عن اللزوم بالحرارة ومع الزيت ممكن أنا يعني أقلل من هذه نوعية الفيتامين. وأي مثل ما قلنا، وأيضا التخزين إذا زاد عن المدة المفروضة راح يفقد لي نوعية الفيتامينات. نأتي الآن راح يقسم لك أنواع الفيتامينات إلى نوعين، في فيتامينات ذائبة في الماء أنها تستطيع أن تذوب في الماء، وفي فيتامينات الذائبة في الدهن. فعندي نوعين من ماذا؟ في التذوب في الماء، وعندي اللي تذوب في ماذا؟ في الدهن. خلينا نشوف الفرق بينهم. الذوبان تذوب في الماء من اسمها، وهني تذوب في الدهن. مصدرها شنو؟ مصادر الفيتامينات اللي تذوب في الماء مثل عندي اللي هو ماذا؟ الأطعمة الغنية بالماء مثل الفاكهة والخضار. احنا نلاحظ ان الفاكهة والخضروات فيها نسبة كمية ماء، سائل ماء موجود داخلها. اما عندي اما الذائبة في الدهن نلقاها في الأطعمة الدهنية كاللحوم ومنتجات الحليب. نأتي شنو ناخذ من الفيتامينات الذائبة في الماء، شنو نوع الفيتامينات اللي ناخذها؟ مكتوب عندك هني نوع فيتامين سي، احنا قلنا ممكن نلقاه في البرتقال، ونلقاه عندك في الليمون. يساعد في المحافظة على الجلد والأنسجة الضامة، كما يساعد على الأمعاء لامتصاص ماذا؟ الحديد. طبعا في هذا الفصل للأسف يعتمد على كمية الحفظ وليس على الفهم، بس أنا قاعدة أوضح لك أو يعني شلون تقرأ هذا الجدول فقط لا غير، لكن الباقي يرجع لك أنت كطالب في حفظ هذه المعلومات. فنأتي الآن لأنواع الفيتامينات أيضا اللي تذوب في الماء. نقرأ عندي فيتامين بي 1 يساعد على تفتيت ماذا؟ الكربوهيدرات والدهون. وأيضا عندي فيتامين بي 2 يساعد الجسم على استخراج الطاقة من الدهون والكربوهيدرات. يعني في واحد يفتت، شوف في عندي فيتامين بي 1 يفتت لي، وفي فيتامين بي 2 يطلع لي الطاقة من هذه الدهون والكربوهيدرات. نأتي إلى فيتامين بي 12 يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء، وهذا مهم جدا لازم يكون متواجد لكن بكميات قليلة ومناسبة لجسد الإنسان. نأتي إلى فيتامينات الذائبة في الدهن، مثال عليه فيتامين A مهم ماذا؟ للرؤية والنمو وانقسام الخلايا، بالإضافة لأهمية دوره في تعزيز جهاز المناعة. ففيتامين A مهم في تعزيز جهاز المناعة. نأتي الآن إلى فيتامين د هو مهم لنمو العظام والمحافظة على قوتها. نأتي الآن إلى فيتامين E يحمي خلايا الجسم من هجمات المواد الكيميائية أي هي مضادات للتأكسد. نأتي الآن إلى آخر وحدة فيتامين K يساعد على تخثر ماذا؟ الدم. ونأتي الآن إلى الأملاح. الأملاح شنو تعريفها؟ هي عناصر كيميائية تساهم في عدد من العمليات التي يقوم بها الجسم، فهي عناصر ماذا؟ كيميائية تدخل في عمليات يقوم بها الجسم. هنشوف عندي الأملاح، ما هي الأملاح؟ تعتبر أملاح عناصر كيميائية تساهم في عدد من العمليات يقوم بها الجسم، ويحصل الإنسان على حاجته من الأملاح المتنوعة عند اتباع نظام غذائي متنوع. لما أنوع في الغذاء راح أحصل أملاح. شنو الأملاح؟ شنو أساميهم؟ عندي أملاح الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، الفسفور، أيضا الحديد، أتوقع سمعت وايد عن الحديد، الزنك والنحاس. وخلافا للفيتامينات نلاحظ أنها هذه الأملاح لا تتعرض للتلف بسبب التخزين أو الطهي الطويل، هي عكس الفيتامينات. الفيتامينات إذا خزنتها مدة طويلة تتلف أو تفقد قيمتها، وإذا طهيتها زيادة على اللزوم راح تفقد قيمتها، لكن الأملاح لا تفقد قيمتها بسبب التخزين أو الطهي الطويل، ولذلك تندر الإصابة بنقص الأملاح. بالاستثناء، في عند استثناءات معينة يصاب الناس هذولا بفقد هذه الأملاح، مثل الناس اللي يتلقون علاجا وريديا اللي هو عن طريق الدم،
وعندي في أمراض معينة منها حالات نقص الحديد اللي ينتج عن فقدان الدم. أو لاحظوا في شيء مهم مكتوب عندك هنا، واتباع نظام غذائي نباتي بحت. أنا دائما في شروحاتي أنوه أنت الآن في عمر النمو، تحتاج إلى جميع المغذيات. ودائما أنا ضد الناس اللي تتبع هذا نوع الغذاء، لأن الله أمدنا بنعم كثيرة في غذائنا من اللحوم وأيضا من الفواكه. لازم إحنا نوازن، لا يمكن إن كل غذائي نباتي. لو تلاحظ اللي ياخذون نظام غذائي نباتي بحت مصدره فقط النبات، نلاحظ على المدى الطويل تظهر لهم أمراض، تظهر لهم ضعف معين في العظام أو في التركيز، أو حتى بشرتهم تذبل، حتى عضلاتهم تلاحظ بعد فترة أنها يعني تحس في ضمور لهذه العضلات أو تعب لهذه العضلات، لأن العضلات تعمل على بنائها شلون؟ عن طريق البروتينات. أعتقد الرياضيين يعرفون هالشغلة هذه، ومصدر بيور للبروتينات هي اللحوم أكثر منها النباتات. في نباتات نوعية معينة تعطي بروتين، لكن بروتينها مركب وليس بروتين بيور صافي نفس الموجود عندي في اللحوم. وأنا أنصح اللي من أعماركم الآن قاعد يتخذ نظام غذائي نباتي بحت، وأنت في هذا العمر النمو، أتمنى أنك تغير رأيك وتبدأ في توازن، أو في أنك تختار غذاء متوازن من جميع الأصناف. لا تحرم نفسك من الغذاء الصحي، كل لحوم، كل نباتات، خذ من السكريات، خذ من الدهون، لكن بكميات مناسبة جدا لجسدك. لا تاخذ أكثر شيء، أو أنك تلقي قائمة كاملة مثل اللحوم ومنتجات الألبان من جسدك. أنت قاعد تسوي شوك حق الجسد، لأن في أجزاء في جسدك ما ينبنى إلا بوجود هذه الفيتامينات أو أملاح موجودة وين؟ في اللحوم أو في منتجات الألبان. نأتي الآن إلى هذا الجدول. عند الملح مثل عند الصوديوم اللي هو رمزه NA، احفظ هذا الرمز. أهميته نقصه في الجسم زيادة تركيزه في إذا زاد وإذا نقص، هنشوف السلبي والإيجاب. الصوديوم هو أساسي في تنظيم عملية، شوف لاحظ، عملية انقباض ماذا؟ العضلات وانبساطها لما أنا أحرك إيدي أو رجلي أو أتمشى. المساعدة على التوازن المناسب للماء والسوائل في الجسم. وفعلا الصوديوم ولو تكبر بعدين لما تروح الجامعة تلاحظ أن أملاح الصوديوم هي تدخل في عمليات الأيض الموجودة في الخلية، دخول الأملاح والسوائل داخل الخلية وخارجها إذا أخذتها بعدين. نأتي إذا نقص عندي الملح هذا اللي هو يتأخر في النمو، ولاحظ فقدان الشهية ما يؤدي إلى فقدان الوزن، ضعف أو خمول. نأتي إلى السلبيات. إذا زاد هذا الصوديوم، ارتفاع في ضغط الدم، تضخم القلب، أمراض الكلى والكبد، وتسمم الحمل. نأتي الآن إلى أملاح ماذا؟ أملاح البوتاسيوم رمزة K. أهميته تنظيم ضربات القلب، يعني يدخل في ضربات القلب إن القلب يقدر يشتغل في وجود هذه الأملاح، منشط لبعض الإنزيمات، يقلل من تكوين حصوات الكلى. نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى نقص. إذا نقص عندي هذا الملح، الشعور بالتشويش، ضيق التنفس، كسل في وظيفة الأمعاء. أما إذا زاد عن حده نلاحظ أن الضعف في العضلات، خلل عقلي. شوف شلون إذا زاد ونقص. فمهم جدا أنك تعرف نسب هذه الأملاح في عندك في الدم أو في الجسد. والآن نأتي إلى ملح الحديد رمزة FE. شنو أهميته في جسم الإنسان؟ إنتاج الهيموغلوبين خاصة في الدم. الحديد مهم في نسبة الدم أو يعني عدد كريات الحمراء في الدم، شوف، لتكوين كريات الدم الحمراء في الدم، تكوين إنزيمات عديدة. إذا نقص عندي شنو يسبب لي؟ أنيميا، وهذا مرض شائع، مرض شائع جدا إذا واحد أهمل في نوعية غذائه. أي نقص الحديد التي تسبب صداعا، كسلا، برودة. تحس في بعض الناس أجساد أطرافهم تبرد بسرعة، وذلك بسبب نقص هذا الملح. اكتئاب أو عدم مبالاة، تقصف الشعر وسقوطه، ضعف المهارات العقلية تؤثر على الذاكرة. فلاحظوا شوفوا مهم ملح الحديد. نأتي الآن إذا زاد خطورة الإصابة بأمراض القلب والسرطان، بعيد الشر عنكم. فهذا هو فوائد و سلبيات هذا الملح الحديد. نأتي الآن إلى نظام الغذاء المتوازن.
للحصول على نظام غذاء متوازي من الضروري أن تختار مجموعة من الفئات الخمس اللي احنا قلناها في الهرم الغذائي لتحصل على كميات كافية في ماذا من المغذيات تحتاج إليها الجسم. ويجب الحرص على تناول ماذا 3 وجبات، ألا وهي الفطور والغداء والعشاء، أساسية يومية لازم عندك 3 الوجبات هذه، ويكون بينهم وجبات خفيفة بين الواحدة والأخرى. حلو، بس لازم تتضمن بالهرم الغذائي اللي هو 5 مجموعات. يحتاج الجسم يوميا إلى أكثر، شوف لاحظوا الجسم يوميا، أنت نشاطك اليومي لازم يحتاج على أكثر من 40 عنصرا غذائيا ضروريا. لماذا؟ للنمو والمحافظة على صحة جيدة. الآن أنت قلت لك في مرحلة نمو، تحتاج لجميع هذه المغذيات لكي ينمو الجسد هذا ولكي تقوم بوظائفك بشكل سليم وطبيعي، منها الفيتامينات، الأملاح المعدنية، الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم البروتينات. الأحماض الأمينية مهم جدا في هضم البروتينات خاصة في اللحوم، وعندك أيضا ماذا الأحماض الدهنية الأساسية كالسكريات، وأيضا عندك الماء مهم جدا. احنا قلنا سابقا الماء يعتبر مغذي بروحه، أدري مو موجود في الهرم الغذائي لكن مهم جدا في الجسد، أو أنك أنت تتناول كميات كبيرة من الماء، وجميع متوفرة أين؟ في الغذاء. ليس هناك أي صنف من الغذاء يوفر العناصر الغذائية جميعها، فكل صنف من الغذاء يكون غنيا ببعض العناصر وفقيرا ببعض العناصر. يعني مو بس أني أكل مثلا خلينا نقول لحم أو السمك فقط هذا رح يعطيني كل العناصر الغذائية، لا، فهذا يعني معتقد خاطئ جدا. فالتخطيط الوجبات الغذائية يتطلب وجود أكثر من صنف من المجموعات الغذائية. أعيد وأكرر في نهاية هذا الدرس أنك أنت الآن تكون واعي جدا في اختيار وجباتك الغذائية وكمية السعرات الحرارية اللي لازم يدخل في جسدك، ونوعية المغذيات اللي لازم تتناولها يوميا، وأنك أنت تبدأ الآن في أنك تختار وجبة الإفطار، وجبة الغداء، وجبة العشاء. يجب أن يكون هناك تنويع تام، ويكون بين الوجبات هذه في وجبات يعني صغيرة والسناكات نسميها يعني دائما نتداولها الكلمة هذه سناك، يعني تأكلها بين الوجبات بحيث تمدك بالطاقة. ورجاء لا تعتمد نظام معين الآن في هذا العمر، نظام معين غذائي صارم، إلا باستشارة ماذا الطبيب المختص. واللي يعتمد الآن نظام غذائي نباتي أرجو أن يعيد التفكير في أن يرجع في تناول اللحوم، لأنها فيها أحماض أمينية مهمة في بناء الخلايا وبناء الجسد. عشان شي دائما تشوف اللي يعتمد هذا النوع غذائي نباتي بحت جدا دائما يكون جسده تعبان، يتعرض لإصابات سريعة، خامل، ما عنده نشاط. فالمهم اهتموا في صحتكم، وبشذي احنا انتهينا في حصتنا اليوم. ان شاء الله كانت المعلومات بسيطة وسهلة لكم، والآن استودعكم الله ومع السلامة.